قولي علي عليك يا حد وما لي غيره ما لي غيره. تخبريني لك امي هذا الخبر من الباكستان، اسمعي شو عم تقول المذيعه. قولي شارع الباكستان. علينا ان شارع الباكستان امي حبيبتي، تخبريني هذا الخبر مو عنا عند الاجانب، اسمعي شو عم تقول المذيعه. الله ينعن ابو الاخبار. وقال مراسلنا الى بيشاور ان الشرطه الباكستانيه عثرت على مشتبه به في حادث السياره المفخخه. لك مو هذا عماد رفيقه لاخوك يلا كانوا عنا. لك قال عماد لك امي شو بده ياخذ ابو جانتي بهالدقي على الباكستان؟ لك ايش هو سوبرمان؟ لك عم تمزح يلا وقت مزحك انت الثانية ولي علي عليك يا حبيبي. طولي بالك امي والله مو هو، لك امي والله مو هو، شو بده ياخذه على الباكستان؟ طولي بالك تقبريني لك امي حبيبتي تقبريني خلص طولي بالك. خروف 700 ولا تقيلة عمى بلا ابجانتي العمى شلون سينا؟ لا دافع البلا خارج تغطية معناتها انفجرت انفجرت يا جيت والله جابك يا تاج راسي. خير جابير جبتني من البيت كرفتي. لك منين بده يجي الخير يا ابو الملهوك؟ روي شبنا روي. لك شلون بدي روي وبسيارة ابو جانتي في متفجرات؟ شو الحكي؟ لك مثل ما عم الله. الحالي لشو؟ يلا. لك شبك عماد شبك؟ قطع قلبي فكرت الشنطاي انفجرت. يا لطيف العماد الموبايل صوت الموبايل. شوف مين؟ هذا صاحب البيت. ما ترد عليه؟ ما بدي رد عليه غليظ. والله ما حدا غليظ غيره. والله نقزت من قلبي نقزت. ليك ما عم يرد خارج التغطية. معناتها في شيء، أكيد في شيء، لو ما في شيء كان رد لأنه ما حدا ما بيرد على أبو الملوك. خلصنا بقى خلصنا هدي. معلمي إذا مالك مصدق حط على الجزيرة، حط على العربية، حط على الحرة. خلاص طب شبتير وبخلتي. مصطفى أعجب من أنزل. شي، شي السرعة هاي؟ خلص انا رايح على الشرطه، انا ما راح ارد عليه، انا رايح على الشرطه خلص. انا رايح على الشرطه، انا ما راح ارد عليه. فكر فوتت الشرطه هيك يعني؟ ايه هيك ايه خلاص. لك عليم الله ما راح تعرف شو راح يصير معك جوا. لك افرضني انا شرطي وعم بسالك، شو بدك تجاوب؟ هلا انا شرطي. من وين جبت الشرطه ولك؟ من وين جبتها يعني؟ واحد طلع معي نسيها. مين هو الواحد اللي طلع معك؟ واحد ما بعرفه. ما بتعرف رقم تليفونه؟ لا ما بعرفه. ما بتعرف شكله؟ لا ما بعرف. بتعرف وين ساكن؟ لا ما بعرف. كيف نسي الشنطه عندك؟ كيف نسيها لحاله هيك وراء؟ شو هي الطريقه اللي شو هالقصه يعني؟ وما بعرف شو فيها الشنطه يعني. ما بتعرف انت شوفير تاكسي وبتنسى التفاصيل تبع كل راكب بيطلع معك؟ لك شو فكر حالك عم تكذب علينا ولك؟ نزلوه على ابوه يلا. طول بالك ابو جانتي، طول بالك. لك بدك تجنني انت، لك بدك تجنني اليوم، لك شو انا مستغني عن حياتي انا؟ واحيانا انا لما هي مثل شلون لك خلاص انت مو لك عم بحكي مع الكلب. خلاص ما بده يسلم الشنطه، شو دخلك انت؟ لا بدك تتدخل بكل شيء. حما انا بطلت روح على الشرطه، غيرت رايي. خلاص عمل لك مو لك الو. لك عم تتدخل بكل شيء، لك شو بدنا فيه نحن؟ الشنطه شنطايته هو معه، لك نحن ما دخلنا. لا تتدخل. هيك عم يحكوا بالاخبار ان الارهابيين قد عم يخططوا، يعني مو مصلحتك ولا مصلحه اي انسان يفوت بقصص الرهبنه يعني الارهاب. كل الشنات بتجي جلد وبتجي مبينه انه شنطايه سفر، شنطايه واحد حامل فيها شويه كتب، شويه شغله، شويه مو معدنيه. شنطه معدنيه. الله يجيرنا. لك مو بس فلين الا اذا انتبه لها انت على الزوايا، الا اربع زوايا هيك كباتيل حديد، كله حديد مبكر بقلب بعضه. انا صحيح عمل لك انه ما تفتحها، بس هي ما راح تنفتح معها.